اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي مايسترو كره اليد في النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي واحد رموز كره اليد في النادي الاهلي اسلام حسن. اهلا بك يا اسلام. حبيبي ربنا يسلمك. اهلا بحضرتك، منورنا وخضتنا عليك شويه. ده نورك. لا الحمد لله جت سليمه. الحمد لله رب العالمين. اسلام، مش هينفع ابتدي معاك في كره اليد بصراحه واحنا كاسبين بطوله افريقيا والنجمه التاسعه. شفت الماتش فين يا كابتن؟ انا شفته في البيت. بص انا اي ماتش كوره يعني بالذات اهلي وزمالك لازم اشوفه في البيت. تخيل بقى افريقيا كمان. احب اتفرج لوحدي لان انا ايوه اتعصب جدا فخليني لوحدي. طب بامالك، انت توقعاتك قبل الماتش؟ انا كنت متاكد ان الاهلي هيكسب والله. بس هو جه الجون، انا يعني انا في الاول في نص الماتش كده توترت شويه، بس لما جه الجون انت مش متخيل يعني كان عيل صغير بنط. انا حاسس ان انت صوتك حتى رايح شويه. بص يعني لا انت يعني انت لو تشوف في البيت اللي حصل يعني بقى ساعه الجون ده. الحمد لله الحمد لله. يمكن بتهيالي انت اتشديت، يمكن بتتفرج على ماتش يد مش هتتشد كده صح؟ لا خالص. بص انا طول ما انا في الملعب ما بتشدش. بره الملعب الموضوع صعب، حتى في الهاندبول لما اتفرج على الهاندبول بره الملعب تلاقيه مشدود. صحيح، الملعب الدنيا مختلفه خالص. صحيح.